قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هو صحيح. فيدل الحديث على أنه هو ناسي، الإنسان الناسي، وقام أكل أو شرب في نهار رمضان فصيامه صحيح ما عليه حاجة، بدليل فليتم صومه، ما قال فليتم يومه، إنما قال فليتم شنو؟ صومه. فدل ذلك على أنه باق على الصيام حتى لو أكل أو شرب طالما هو ناسي يا جماعة. ده الدليل الأول من الحديث. الدليل الثاني من الحديث على أنه صيامه صحيح، قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب إطعامه وسقياه لله، مما يدل على رضا الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل وأنه لا يفسد الصيام. المسألة الثانية: هل ده خاص برمضان ولا أي صيام نافلة أو صيام فرض غير رمضان؟ صحيح إنه ده عام بأي صيام نافلة ولا فرض، رمضان ولا غير رمضان، حتى لو صيام قضاء، حتى لو صيام كفارة، كذلك صيام رمضان. أي نوع من أنواع الصيام الصحيح، سواء كان واجب أو نفل، إذا أكل وشرب وهو ناسي فصيامه شنو يا جماعة؟ صحيح، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. ولكن أنا كنت صائم والله يا أخي 3 أيام البيض فنسيت وقمت شربته، قالوا لي عليك قضاء. هو رمضان إذا نسيت ما عليك قضاء، فكيف بالنافلة 3 أيام البيض؟ قال النافلة من باب أولى، إنه ما عليك شنو؟ ما عليك حاجة طالما أنت ناسي. ودليل هذا أيضا من القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. وفي رواية: قال الله: قد فعل. المبحث الثاني في الحديث، قال العلماء: هل هو خاص بالأكل والشرب فقط أم يعم جميع المفطرات؟ إذا فعل وهو ناس فإن صيامه صحيح. الجواب: أن ذكر الشراب والصيام في هذا الحديث للمثال فقط، للتمثيل، وليس هو خاص بالطعام والشراب فقط، حتى الجماع من فعله وناس فصيامه شنو يا جماعة؟ صحيح، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. المبحث الثالث في هذا الحديث: إذا رأيت رجلا وهو صائم في رمضان وهو يريد أن يشرب وأنت تعلم أنه صائم وأنه ناسي، هل تذكره أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: تذكره، لأن النسيان في حقه عذر، لكن في حقك أنت الذي رأيته إنكار منكر، وجب عليك إنكاره.